حبايبنا اللي كانوا يحبونا تركونا وصاروا يسبونا، حبايبنا اللي كانوا يحبونا تركونا وصاروا يسبونا، نسيت شو بكيت عيونا وسهرت جنبا ليالي. اي 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 حبايبنا اللي كانوا يحبونا تركونا وصاروا يسبونا، نسيت شو بكيت عيونا وسهرت جنبه ليالي. اي 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 زعلنا كل القرايب وخسرنا حتى الحبايب، وانا قلبي بحب دايب راحت تغني نواوي. يا 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 حبايبنا اللي كانوا يحبونا تركونا وصاروا يسبونا،
نسيت شو بكيت عيونا وسهرت جنبها ليالي اي 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 راحت ورحت لاحبابي راحت ورجعت على بابي راحت ورحت لأحبابي راحت ورجعت على بابي من ورا الباب نادي كذاب قلبي صار منك علي من ورا الباب نادي لي كذاب روحي صار قلبي منك علي وقلبي صار منك علي قلبي صار منك علي قلبي صار منك علي قلبي صار منك علي وقلبي صار منك علي وقلبي صار منك علي اي 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 وقف هالملك المسكين قدام العراف لا حول إله ولا قوة وبنته بلي على قلبي بده بدور مسطحة على هالسرير مثل الملائكة اللهم صلي على النبي وملفوفة بالحول قرب لعند العراف وقال له يا ملك الزمان دوا بنتك ببلاد بعيدة بعيدة بهاي البلاد في طير اسمه البلبل الصياح هذا الطير بيطير وبيبيض بكل سنة مرة واحدة بس يعني بيضة واحدة وبهي البيضة دواها لبنتك والله يا أمولي هالملك بكي كتير وزعل وحزن وانقهر وما لقى حاله إلا عم يمشي 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 هيك لحتى وصل لحديقة القصر وقف هيك طلع بالسما وصار يناجي ربه ويقول له يا رب أنا بعمري ما أذيت ولا ظلمت حدا ولا أكلت لقمة حرام أنا ما بدي من الدنيا لا جاه ولا مال ولا مملكة أنا بس بدي صحة بنتي بدي إياها تطيب وتشفى وقد ما كان مقهور نزلت دمعة كبيرة من عينه ومن هالدمعة هاي فجأة ظهر له شب مثل القمر بيطير على اللهم صل على النبي الملك شو صار فيه؟ ارتعب ورجع لورا قام قال له الشب لا تخاف يا ملك الزمان أنا اسمي نطاط وجسمي من المطاط بلحظة بكون هون بلحظة بصير هوني وهلأ إذا بدك هلأ امرني الأمر اللي بدك يا لأنه أنا بعتوني بسبب فعايلك الحميدة وأعمالك الطيبة والخير هلأ إذا بدك بطير وبجيب لك بيضة البلبل الصياح الحمد لله الحمد لله كأنه في حدا ناحل نشرقة فضايل الله والنبي يوه وليه في حدا على السطوح فريزة روح عيطي لأبو جواد بسرعة عمي أبو جواد عمي أبو جواد عمي أبو جواد افتح عمي أبو جواد شو في لك بنتي شو في شكلك في حرامي على أسطوح البيت شو هالحكي لا لا مو من هذا الأسطوح مو من الأسطوح اللي نحر زيار حنجد يا لطيف يا لطيف يا لطيف Yeah.
شاي لعيونك. عندك كاسة شاي قديم؟ حصل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنه هرب. شو بده منا ها؟ أكيد مو عريس وجايك على حصان أبيض. حرامي هاد، حرامي نادرة، شو بكي؟ هاد اللي كان ناقصنا، حرامي في حارتنا. فهمني أبو جواد، شو شفت؟ ما عرفت مين هو؟ والله يا خانم شغلة عجيبة غريبة، فص من حدام. مين بده يكون؟ معقول يكون من الحارة؟ بلا مؤاخذة يا خانو، حارتنا ما بصير هيك حركات. أهل حارتنا ناس أوادم ومحشومين، والكل بيحبكن. أنا متأكد إنه هالشي من برات الحارة. من برات الحارة، من جوات الحارة ما بيهمني. أنا بدي أبي هلا. ولا يهمكن أنتو، ولا كأنه صار شي. بعدين ما في داعي نقله لعزمي بيه، خليه بسهرته. أنا الليلة بنام على الأسطوح، وبكرة من شقة الضو بروح على الكراكون، وهنن بيلاقوا حل. لسه بدك نستنى للصبح؟ هلا بتروح انت اكتب على جواد وبتنادوا عزمي بيك. ابو جواد روح نادي لجواد، خليه يعيط لعزمي بيك. والله يا خانم جواد مو هو. بروح انت لك، وبيضل البيت بلا رجال. انا فايت اجي فرد ابي. شو فرد وما فرد؟ هذا اللي كان ناقصنا. زمتي امي لو كان الفرد معي لو بصت عليه. لك اخرسي وخليكي برده. لك عن شو يسرقنا؟ لك فشل. لك لا يا خانم، أكيد هرب وما بقى يرجع. إذا هيك معناها روح جيب أبي. أمرك يا خانو. يا رب تستر يا رب. أمي خلينا نفوت على الأوضة ونسكر على حالنا الباب. نترك الحرامي إذا رجع يسرح ويمرح لحاله بالبيت. أمي فرح حبيبتي، إذا أجا الحرامي أنت شو بتقدري تعملي له؟ هو يسترجي يقرب ويشوف شو رح يصير فيه. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة. ليك حبيباتي، إذا كنتوا خايفين أنا بنام عندكم. إيه خالتي بحسي نامي عنا اليوم. والله متونس فيكي. يا حيف تكونوا بنات عزمي بيك، شو بكون؟ لك خلاصي خلاصي، امشوا نبروا جوا نستنى أبوكم. امشي. أخي يا فؤاد، هي قدام مختارنا أبو حكمات. شو بيلزمك بتمر لعند سلطان أفندي على المخزن وبتاخده وبتدفع على أقل من مهلك. عزمي بيك حرامي نزل على البيت. خير خير إن شاء الله. لا خير عزمي بيك. سلامتك سلامتك أبو جواد، بتجيب أبو حسن تلحقوني على البيت. أمرك عزمي بيك. ابن عمي ليه ما بتستنى ابو جواد تطلع انت وياه؟ بدك ياني استنى الناس تدافع لي عن بيتي؟ يا بيي امي قصدها انه بلا ما يطلعوا اكثر من واحد ويتكاتروا عليك.
سيدي ابو حسن وابو جواد على الباب. نهلا حطي الفرد جوا وجيبي لي العكازي. فريزي. نعم. بتنامي الليلة بغرفة البنات. أمرك سيدي. تفضل ابن عمي. شو هالحكي اللي سمعته عزمي بيك؟ مثل ما قال لك أبو جواد. هي أنا بس ما ركبت معي. شو قصدك؟ نحن عم نتبلى العالم؟ لا 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 لا، بس أنا قصدي إنه أكيد الحرامي من برات الحارة. وشلون وصل للحارة بدون ما تشوفه؟ عزمي بيك معلومك إنه الأساطيح كلها متصلة مع بعضها، وأنت الله يتم عليك ميسور الحارة، أكيد اللي جاي يسرق قصدك. الله يلعن الزمان اللي ما عاد فيه أمان. شو رأيك نروح على الكراكون نقدم شكوى؟ هن بالكراكون بيعرفوا كل حرامية البلد وأكيد رح يتصرفوا. ماشي الله يرضى عليك أبو جواد، دير بالك. عزمي بيك بعد إذنك أنا الليلة رح نام على الأسطوح. لا بتنام بفرشتك، مو من ورا كم حرامي وسرسري الناس تترك فرشاتها وتنام على الأسطيح. شرف أبو حسن. بمعيتك. شو عم تعملي هون عندك ولي؟ غربيتك. شو عم تساوي؟ جوعانة. يخرب بيتك شو بتعري؟ عم تروحي بالعرض وبالطول؟ يخرب بيتك منين بدي لحقلك أكل أنا؟ ما جوعانة الله يوفقك. روحي روحي من وشي، روحي نامي بدون عشاء أريح لك بلا ما تشوفي كوابيس. يخرب بيتك من حالك شو بتعري؟ طول نهاري بالمطابخ أنا. ربيتكم نام دي لحقلكم. لطق أه.
أهلين شريف أفندي. شباك ليش عم تشحرني هيك؟ يعني شو سويت لك أنا؟ شو عم تعملوا؟ الله عم لملم رزقي، هاي شغلتي. مو عيب عليك لملم رزقك من زبالة الناس؟ والله أحسن ما مد إيدي للناس. أقول لك شغلة؟ تفضل. تضرب أنت وهيك شغل. شريف أفندي عالم المؤاخذة، بدي أسألك، أنت شو بتشتغل؟ شو اللي شغلك فيني يعني؟ إخراس وما دخلك. أخي إذا خايف على زبالتكم بعدك إني ما أقرب عليها. لك أنت مبروك شي نص أجدب أحمر. يدير بالك شريف أفندي، أنا ما بنحكى معي هيك حقيقة. أنا الكتب اللي أريانا إذا بصبها جنب بعض البعض بتعمل طريق لعرباية أبوك من هون للمرجي. لك عم تعيرني إنه أبي عربجي ولك نص دكة؟ لك أبوك ومصلحته على رأسي من فوق وأنا بحبه لك. لك حبك برص وسبعة خرص يا لعنة أبوك على أبو العرباية على أبو اللي اخترعها. هذا اللي ناقصني ما ضل غيرك. بيه عليك. نحن تحت أمرك عزمي بيك، شور علينا ونحن بخدمتك. يا فؤاد أفندي، أنا جاي لعندك لحتى أنت اللي تشور علي. خلص، من بكرة كل من إله سوابق بالحارات اللي حوالينا منجيبه ومنحقق معه، إلا ما يقر له شي واحد ويدلنا على هالواطي. هدول كلهم بيعرفوا بعضه. هذا الواطي لازم يلتقى، وإلا بكرة الزعران بيتمادوا، وهالشي مو حلو لا بحق الكركون ولا بحق سمعته. طمن عزمي بيك، من ناحيتي وناحية الكركون ما رح نقصر منه. بدنا همتك الله يرضى عليك. تأمر أمر عزمي بيك. وانت يا أبو حسن. نعم سيدي. فتح لي عيونك منيح. حاضر سيدي بأمرك أنا وأمر عزمي بيك. حاضر. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك. تحياتي سيدي. الله معكم. يا منيح منيح انك خبرت مثقف وبتقرا كتب. شايف قدامي هيك عم يجلب قدامك خاف مثل القصب. ابو العاص، شايف هالسحالي هاي الملحوشه مع جنب؟ شو بها؟ بيعرفوا بيفهموا يحكوا اكثر منك بس ما له لسان يحكوا. لك شو بدهم يحكوا؟ الكتب والشعر والروايات تبعك؟ هدول السحالي حاملين القوي والضعيف، الكبير والصغير، الفقير والغني، لك العاطل والشريف، اكيد بيدور احاديث بيناتهم، احاديث مهمه بس انت ما بتعرف. لك يا مزوز يا مزوز، قبل شوي اكل قتلي حشكو لبك، يعني عندك لسه نفس تتفلسف؟ بحظي انك مجنون. انا مجنون؟ ايه مجنون، شو بدهم يحكوا؟ بيقولوا لك يا ما عملته يا ما خربته وأذيته، لك يا ما نميته وحكيته يا ما نسيته، وهلأ تذكرته إنكم رايحين بالزلط على دفة ملفوفين بلفة، رايحين لا قرني لا فيها لا شباك ولا باب، وراح ينفتح لكم دفاتر الحساب. لك ولا مروان، أنت كل ما بتيجي لهان بتكرهني حياتي ومصلحتي. خلاص انا موقفيني جنان، موقفيني الجنان تبعك. هذا الحمد لله عندك منه كثير. شو هذا اللي عندي منه؟ هلا شو الفرق بين العاقل والمجنون؟ هو الفرق بيني وبينك. مظبوط، انا بعرف مين انا بس انت ما بتعرف مين بتكون، مشان هيك انت واحد مجنون خاطرك. الله معك، مع السلامه. ليش بالك على حالك.
ولا تتفلسف كثير مع الناس بلا ما تكون لك شبرية. ايوه لا تنسى تغيرها، غير الجرح، حط له زيت قبل ما تشده على بكره. ليش هيك عم يصير معنا نهلا؟ انا عم بغلط بحق حدا مالي منتبه. ابن عمي انت عم تعمل اللي عليك واكثر، شو بدك تعمل اكثر من هيك؟ الله يهدي البال. امين. طعمته صعبه يا نهلا. كرمالي ابن عمي. أبو شريف مالك قدران تنام تقبرني؟ مالي قدران نام، بالي مشغول على شريف، كل ما غاب برجع لنا مشكلة. هلأ ما بتلاقيه إلا إجا، دعي له الله يحميه ويهديه. الله يهديه. الدنيا صارت بعد نص الليل، وين كنت؟ شو شايفني ببوب الاندال حتى عم تسألني كل الأسئلة؟ لك انت ما بتستحي على حالك قدام الخلق داير عطال بطال؟ والله لما بلاقي شغل مثل العالم والناس بشتغل، غير هيك ما عندي. هلا الخلق كله يلي عم تشتغل مو عاجبك شغلك اخا يعني؟ لا بس انا غير، شعري من راسي وحبلي على ظهري. غير شو؟ لك قل لي غير شو؟ لك انت ابن عبده العربجي يلي من ورا عربيته صار طولك هالقد، لك عم تفهم؟ لا 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 انا كل يا بستهدي بالله مش عارف انت بده يوقع هذا. ابدا استهدي بالله. وانت شو عم تعملي هون؟ روحي لابري على غرفتك. حسبي الله ونعم الوكيل. اروح انت التاني لحق شغلك على بابية. وانت شو؟ كان يابي معقولة أدرى من الناس وما أدرى منا؟ وبدك يعني خبرك بعد ما ترجع بالليل مشان تنططي على الأساطير؟ لكن أدرى من أبو عجيب الفران أحسن، صار يضحك علي. لا أتاري شو كلامه جد؟ لأن كمن هيك شو بيقني الأخ؟ بلي بالله ما نقدر يا والله العظيم لو كنت هون ما بتركها للأبن الحرام غير لقلقته. بس راحت على القهوة وما شفتك. شلون ما شفتني؟ ما شفتك، رحت على القهوة وشفت عزمي بيه وندهت له وما انتبهت لك.
يا بنتي على اي قهوه رحت؟ ايوه ليش في غير قهوه ابو دياب عندنا هون بالحاره؟ لا يا بي بس انا ما كنت بقهوه ابو دياب. ليش في عندنا هون قهوه ثانيه؟ هي مو بالحاره بالعماره. سمعتي؟ بالعماره. وشو عم تعمل بالعماره؟ يا بي يعني واحد صاحبي عزمني على كاسه شاي. صاحبه قلت لي صاحبه بدي اتعرف عليه لهذا صاحبه. ايه يا بي ايه شكله وجع عمي ابرعد. لك اخ اخ من هالولد راح يجنني. انت طول بالك عليه شوي كمان. يا رب يا الله يا الله. لك شو صار عندكم بالحاره رجال كراكون معبيين الحاره وعم يعفطوا بالشباب؟ اخ والله يا عمي ابرعد امبارح بالليل نازل حرامي على بيت عزمي بيك. شو هالحكي هاد؟ اي والله يا ابرعد هذا اللي صار. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك سيدي الحمد لله على كل شيء تقديرات ربك. خلونا نخلص شغل على بكير انا رايح جيب التبنيه. والله عزمي بيك ما بيستاهل نضرب بورده. اي والله انا حفوت الحصان لجوا واعمل له فطور مرتب. الله يرضى عليك يا جواد. ابن عمي بردت قهوتك. مالي نفس اشرب شيء. الله لا يوفقه اللي شاغل بالك. الا ما اعرفه وساعتها واللي خلق الخلايق ما في حدا بيتشفع له. شو هالاصوات؟ هذا ابرعد بيكون جايب المونه. ليش جايبها بكير؟ هو بيطلع بالليل من المليحه لانه المشوار طويل وما بده يمشي تحت طاقه الشوق. الله يكون بعونه وبعوننا. نعمي اذا مو جاي على بالك قهوه اعمل لك شيء ثاني. اتركيني لحالي. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك معلم. مرحبا أبو عجيب. ميت أهلين وسهلين سعيد أفندي. يا خليل عينك بدر غيفين ثلاثة مأمرين على كيفه. إيه مو على عيني. يا كم شيء؟ نعم يا بي. أربعة رغفة زراف مأمرين لعمك سعيد. أبو عجيب بدي أسأله. صحيح في حرامي امبارح جاي مع الاساطير؟ هيك سمعنا وابو حسن حاسس حاله مطعوج. تفضل يا بي. شو دخله ابو حسن؟ شلون شو دخله؟ حراميه بحارته والحاره مسؤوله منه. ابو حسن ما دخله يعني اذا جايين من على الاساطير بيشوفون ابو حسن بعدين دخلك بالكركون شو عم يساوي؟ قال شغال بالقصه. ابو عجيب هلا نحن بحارتنا في حراميه؟ لا على علمي ما في. يخرب بيته لو كان هذا منين اجا؟ والله لو ظبطه معه قش قشة كبيرة. عزمي بيك مليان مليان عمله هالقد. يا سيدي الله يزيده والله بيستاهل لأنه إيده للخير. آمين آمين. هات سيدي هات الله يسلم هديات. ها تفضل سيدي. معوضين. الله يعطيك ما كل الهنا. شكرا. نعم الحمد لله.
ما تواخذيني، لقيت الباب مفتوح قمت فتت. هي مو أول مرة بتفوت بلا أحم ولا دستور. الباب بعمره ما كان مفتوح سلفي. ابي انفضي لي أدانك منيح وخففي لي صفناتك وشرداتك برضاي عليكي. أحمنا ودسترنا لشبعت، شفت ما حدا رد علي قمت فتت. بعدين ركزي لي هذا اللي حاطي لي على راسك. سلفي، بقدر افهم انت مين حطك وصي علي؟ انا يا ستي حطيت حالي وصي عليكي. ياسمين، الناس بلشت تحكي علينا شروي غروي. يحقكم الحكاك، لا تقولنا، قول عليك مو علينا. ايوه يا بنت الحلال، ما حكينا شي غلط. سألي كل الخلق والبشر، انت بالاصول من بعد المرحوم لالي، وانا احق باولاد اخي من الغريب. شي مين قال هيك؟ اخي الناس الي عقله وانا الي عقلي. استغفر الله العظيم، والله ما حدا غريب غيرك يا غريب. بعد من هون. ياسمينتي، الموضوع كله بايدك، لك انت بس اشري. ازيح. حبايبنا اللي كانوا يحبونا تركونا وصاروا يسبونا. حبايبنا اللي كانوا يحبونا تركونا وصاروا يسبونا. نسيت شو بكيت عيونا وسهرت جنبها ليالي. اي 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 حبايبنا اللي كانوا يحبونا تركونا وصاروا يسبونا. نسيت شو بكيت عيونا وسهرت جنبه ليالي. اي
زعلنا كل القرايب وخسرنا حتى الحبايب وانا قلبي بحب دايب راحت تغني نواوي يا 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 حبايبنا اللي كانوا يحبونا تركونا وصاروا يسبونا نسيت شو بكيت عيونا وسهرت جنبه ليالي اي 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 راحت ورحت لاحبابي راحت ورجعت على بابي راحت ورحت لاحبابي راحت ورجعت على بابي من ورا الباب نادي كذاب قلبي صار منك علي من ورا الباب نادي لي كذاب روحي صار قلبي منك علي وقلبي صار منك علي قلبي صار منك علي قلبي صار منك علي قلبي صار منك علي قلبي صار منك علي وقلبي صار منك علي اي 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 وقف هالملك المسكين قدام العراف لا حول له ولا قوه وبنته بلي على قلبي بده بدور مسطحه على هالسرير مثل الملائكه اللهم صلي على النبي وملفوفه بالحب قرب لعند العراف وقال له يا ملك الزمان دوا بنتك ببلاد بعيده بعيده بهاي البلاد في طير اسمه البلبل الصياح هذا الطير بيطير وبيبيض بكل سنة مرة واحدة بس يعني بيضة واحدة وبهي البيضة دواها لبنتك والله يا أمولي هالملك بكي كتير وزعل وحزن وانقهر وما لقى حاله إلا عم يمشي 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 هيك لحتى وصل لحديقة القصر وقف هيك طلع بالسما وصار يناجي ربه ويقول له يا رب أنا بعمري ما أذيت ولا ظلمت حدا ولا أكلت لقمة حرام أنا ما بدي من الدنيا لا جاه ولا مال ولا مملكة أنا بس بدي صحة بنتي بدي اياها تطيب وتشفى وقد ما كان مقهور نزلت دمعه كبيره من عينه ومن هالدمعه هي فجاه ظهر له شب مثل القمر بيطير على اللهم صل على النبي الملك شو صار فيه ارتعب ورجع لورا قام قال له الشب لا تخاف يا ملك الزمان انا اسمي نطاط وجسمي من المطاط بلحظة بكون هون بلحظة بصير هوني وهلأ إذا بدك هلأ هلأ امرني الأمر اللي بدك يا لأنه أنا بعتوني بسبب فعايلك الحميدة وأعمالك الطيبة والخير هلأ إذا بدك بطير وبجيب لك بيضة البلبل الصياح الحمد لله الحمد لله كأنه في حدا ناحي المشرقة فضايل الله والنبي يوه في حدا على السطوح فريزة روحي عيطي لأبو جواد بسرعة عمي أبو جواد افتح عمي أبو جواد ايوه
شو في لك بنتي؟ شو في؟ شكلها في حرامي على اسطح البيت. شو هالحكي؟ لا لا، مو من هذا الاسطح، مو من الاسطح اللي نحر زيار. عن جد؟ ايه ايه. يا لطيف. ايه. يا لطيف يا لطيف. عندك كاسة شاي قديم حصل.